تفاعلا مع الزيارة التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس إلى المغرب ولقاءاته مع عدد من المسؤولين المغاربة، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي: هذه اللقاءات كانت مناسبة أولا للتأكيد على الإرادة القوية للمغرب من أجل إيجاد تسوية دائمة مقبولة من الأطراف متوافق عليها واقعية لهذا النزاع المزمن. ثانيا التأكيد على المقترح المغربي القائم على حكم ذاتي موسع باعتباره يمثل أرضية لإطار لهذا الحل ويشكل يعني أفق لتسوية هذا النزاع.